حلاوة. دي كلها مشاهد لازم ايه ناخد بالنا منها. تعالوا ناخد بالنا كمان من حاجة مهمة جدا، زميلنا العزيز ينضم الينا من العاصمة القطرية الدوحة، مراسلنا بالتلفزيون المصري محمود شاكر. ازيك يا محمود؟ هاتي ما عندك واحكي لي على كواليس واحكي لي على الجو. محمود انا كل مرة اشوفك واحنا خارجين واحنا داخلين من الاستوديو دلعني بقى، مش لازم كريم رمزي بس. رحب بك اكيد زميلي العزيز يوسف، وبرحب بكل مشاهدي القناه الاولى في كل مكان، العاصمه القطريه الدوحه تحديدا من امام استاد خليفه اللي كان بيقام عليه النهارده المباراه الاولانيه. خلص النهارده في دور المجموعات المجموعه الثانيه. عاوز اقول لك يا يوسف، هاخد من كلامك، الاجواء هنا جميله جدا جدا جدا، واكيد مش كريم رمزي بس، انا هقول لك كل حاجه. عاوز اقول لك النهارده كان فان فيستيفال، يعني عاوز اقول لك البرازيليين والارجنتينيين بقوا مكسرين الدنيا، بداوا يتوافوا بشكل كبير جدا جدا في كل مكان. مصريين كتير جدا برضه يوسف، حتى لو احنا مش مشاركين في كاس العالم مصريين كتيره جدا في كل مكان، كل العرب موجودين هنا سواء مشتركين او سواء جايين يتفرجوا على المونديال، كلهم موجودين كلهم مبسوطين. التنظيم هنا يوسف على اعلى مستوى، ويمكن قطر كانت بتقدم رساله امبارح في الحفله ان احنا نقدر نقارع كل الدول الاوروبيه او امريكا في تنظيم البطولات، وزي ما انت قلت طبعا اي حد دلوقتي يا يوسف معاه هاي كارد اساسا مقفول قطر ممكن يقدر يروح بيها مصر. طبعا شفنا القرار ده اللي عندنا من الحكومه المصريه، ويقدر يروح بيها اي دوله من دول الخليج، وفعلا العرب كلهم واحد. الاجواء هنا جميله جدا 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 في كل حته، البلد تقريبا كلها واخده اجازه، فان فيستيفالز في كل مكان في الدوحه، من مطروح هتلاقي مشجعين في كل حته، المولات، المترو، الاستادات، في كل الاماكن هتلاقي ناس. نظام جميل جدا جدا يوسف. عاوز اقول لك يعني ابسط حاجه، ان انت اول ما بتوصل البلد هنا بيدوك شريحه فري، يعني عشان تقدر تتعامل بيها ثلاث ايام لغايه لما انت تشحن، عشان خاطر كل حاجه تبقى سهله على كل الناس. كل الناس المنظمين موجودين في كل مكان، بيتكلموا جميع الجنسيات، كل الاستادات ممكن تروحها بمنتهى السهوله واليسر بمجرد المترو، بتنزل المترو، مترو في كل حته، واخر دايما خط لكل مترو بيبقى فيه استاد. فطبعا يعني كانت استعدادات قويه لقطر من 2010، من ساعه ما اعلن ان هي هتنظم كاس العالم، وبالفعل قطر ابهرت العالم امبارح بالافتتاح، ولسه طبعا يعني الايام اللي جايه كتير. ولكن طبعا زعلنا امبارح على المنتخب القطري او المنتخب العربي يلعب امبارح وخسر، ولكن عندنا امل بكره ان شاء الله. مواجهتين صعبين جدا جدا للمنتخب السعودي امام الارجنتيني، مواجهه صعبه جدا برضو للمنتخب التونسي. فعاوز اقول لك يعني يوسف الاجواء جدا جميله هنا، والتوفيق اكيد لكل المنتخبات العربيه. حبيبي محمود، اولا انا مبسوط ان انت بتقول لي يا محمود من غير الاستاذ دي، لان انا ضد كلمه الالقاب اللي بتتقال على الهواء. الحاجه الثانيه، قول لي بقى، انا واضح انه الجو عندكم حلو، يعني انت لابس نص كم، والناس انا شايف المشجعين برضو لابسين صيفي، يعني لا في شتاء ولا في حر شديد، الجو لذيذ. بص الجو رائع، عاوز اقول لك والله العظيم يا يوسف الجو رائع بسبب حاجه واحده بس. انت الصبح ممكن تنزل الجو مشمس جميل جدا، مفيش اي مشاكل، مش حر، مش رطوبه، انت عارف طبعا جو الخليج بيتميز برطوبته، لا مفيش الكلام ده خالص. بالليل في نسمه هواء شويه، ممكن تلبس جاكيت او تلبس جاكيت خفيف او هودي، ولكن الجو عارف يا يوسف شبه شويه شهر 4 او شهر 5 كده عندنا في مصر الربيع، فهي اجواء كوره واجواء مشجعين في كل حته وفي كل مكان، حتى الاجواء جوه الملعب. عاوز اقول لك ده حتى الاجواء جميله بره الملعب، ولكن قطر عامله كل الاستادات مكيفه، فالجو جميل وكل حاجه، هو جو كوره. فعاوز اقول لك يا يوسف فعلا يعني المونديال لحد دلوقتي رائع وجميل، لسه الايام برضو هنشوف اكتر واكتر واكتر، ولسه الجماهير تبدا تتوافد اكتر، ولكن عاوز اقول لك ان كل جماهير امريكا اللاتينيه هي اللي ماليه الاماكن اكتر من الاوروبيين لحد دلوقتي، ولكن الاجواء فعلا جميله يا يوسف، واتمنى ان انت تيجي يعني. والله يا ريت، واضح ان الجو عندكم حلو يعني. طب قول يا محمود، بما انك ذكرت المشجعين والجماهير وحاجات زي كده، معروف انه المشجعين بتوع امريكا اللاتينيه دول اعلى معدلات البهجه في التاريخ، والمشجعين بتوع المنتخبات الافريقيه احلى ايقاعات في التاريخ. انا عايز بقى اعرف، هو الناس بقى هم قاعدين في المدرجات او حتى حوالين الملاعب قاعدين بيعملوا مظاهر احتفاليه وكرنفاليه، وده بيشجع بطريقته وده بيشجع بطريقته، وبعدين المصريين بتوعنا هناك حتى لو احنا ما بنلعبش، مش دي القصه، بيشجعوا وعاملين الفرق بقى وتات تات 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 والحاجات دي، ولا ايه؟ يوسف النهارده كنت في مباراه، رحت حضرت مباراه السنغال وهولندا من ارض الملعب، هي مباراه قويه جدا جدا، فعاوز اقول لك ان جماهير السنغاليه كانت عامله اهازيج من بره الملعب، من اول ما نزلوا من الحته اللي بينزل فيها الباصات، بتتمشى حوالي بتاع كيلو كيلو ونص كده لحد ما تخش الاستاد.
كانوا عاملين شويه يعني اشكال وعاملين يغنوا وهم ماشيين ورا بعض، شكلهم كان اكتر من رائع. تخش بقى الاستاد جوه تلاقي الهولنديين قاعدين كلهم مع بعض في مدرجات معينه لونهم الاورنج البرتقالي طبعا اللي معروف عنه منتخب هولندا، كل واحد بيغني بطريقته. وعاوز اقول لك دايما برضو من جوه الاستاد يجي داخلي يجيب حد من بتوع السنغال يغني بعض الاغاني الوطنيه اللي ليها علاقه بالتراث السنغالي، تلاقي الجماهير كلها بتاعه السنغال بتهيص معاه. نفس الكلام برضو بيجيبوا بعض الفنانين الهولنديين يعمل نفس الكلام. فالاجواء جميله جدا. اتكلمت تاني بقى على المصريين، فاضيين في كل حته، منين ما تروح هتلاقي مصريين. امبارح انا كنت في ساند فيستيفال في الكورنيش، عاوز اقول لك طول ما انا ماشي ناس لابسه تيشيرتات الاهلي، ناس لابسه تيشيرتات الزمالك، وناس لابسه تيشيرتات منتخب مصر ومحمد صلاح. النهارده حتى في الاستاد والله شفت واحد مصري، شفت واحد لابس تيشيرت منتخب مصر مكتوب عليه صلاح، فاقول له خد تعالى هنا بقى انت مصري تعالى صورني، قال لي انا مش مصري انا سعودي بس لابس محمد صلاح. فالمصريين المصريين فعلا في كل حته. وامبارح عاوز اقول لك يا يوسف والله يعني عند الفان فيستيفال كده قدام الفان زون، مصريين جايبين حاطين شنط على الارض في المساحه كده واسعه، واتحول لممشى منعوا عنه كل السيارات الكورنيش، حاطين شنط على الارض وجايبين كوره وعمالين يلعبوا. وبعديها بشويه اول ما يشوفوا حد من القنوات بيسجل ولا حاجه وجايبين الطبله وجايبين اعلام مصر والاهلي والزمالك ويقعدوا يرقصوا ويهيصوا. فالمصريين في كل حته وفي كل مكان. كنا نتمنى اكيد ان منتخب مصر يكون موجود، ولكن يعني كله في الاول وفي الاخر نصيب. ولكن المونديال جميل جدا جدا يا يوسف، وبنتمنى طبعا التوفيق لكل المنتخبات المصريه ان شاء الله في المنتخبات العربيه، وبكره ان شاء الله في ماتشات جامده منتخبات عربيه. نتمنى اكيد التوفيق لتونس واكيد التوفيق للمنتخب السعودي باذن الله. طبعا عندي سؤال هنا بقى محمود قبل ما اسيبك وتسيبني ونمشي. اتعشيت؟ والله لسه يا يوسف انا خلصت. لا يا حبيبي مش النهارده يا حبيبي، امبارح. امبارح حسيت تاخدني في دوكه. بقول لك ايه، اصل بص الاكل هناك في الخليج عاده حلو، ويعني الخروف الصغنن ده اللي انا بحبه. انا كنت مقيم هنا اصلا في الدوحه من فتره يعني يا راجل، ربي من انا صغير. فانا عارف الدوله بشكل كبير جدا. احلى حاجه هنا الاكل طبعا. بص كل الاكلات هنا ممكن تلاقي، يعني الاكلات اللي هي الخليجي اللي هي الاكلات البدويه اللي زي ما بيقولوا بقى المندي والمدبوس. بص سيبك من اللي انت بتاكله في مصر ده خالص، ده حاجه، واللي هنا حاجه ثانيه. حاجه ثانيه برضو الحلويات السوريه هنا، الكنافه اللي هي الجبنه والحاجات دي كلها هنا يوسف طعم ثاني مختلف تماما عن الكنافه النابلسيه اللي احنا بنشوفها في مصر. غير ده بقى كله طبعا هنا عندنا فرانشايزز كتيره جدا للمطاعم بقى الاوروبيه والمطاعم اللاتينيه. كل لا الاكل هنا حاجه ثانيه مختلفه خالص يا يوسف بصراحه يعني. بص يا حوده بقى، لا الاكل هنا جميل فعلا. بص بقى انت ورطت نفسك، مش الاكل عندك حلو ومختلف عن الاكل الخليجي والبدوي اللي بناكله في مصر؟ حلو جدا. شوف بقى انا مش عارف هتعرف تعدي بيها ازاي من مطار الدوحه ومطار القاهره، اتصرف وهتلاقيني قاعد لك انا وكريم رمزي هنقعد نطلع حلقه سوا مشتركه التاسعه ورقم 10، وهنفرش على الترابيزه دي تاخد جمل. شوف انت هتعمل ايه امورنا، وانا اشوف وانا جاي كده اجيب لك احلى كبسه ونحاول نعديها بقى ونتوضى ولا حاجه تعديها من المطار، بس اجيبها لك والله يا يوسف انت تامرني. بس فعلا الاكل هنا انت دخلت في حته على فكره يعني مش اي حد بيتكلم فيها ويسال فيها ولا هيتكلم، هو في حد بيعمل العمايل دي غيري؟ الاكل ماشي. هنا فعلا الاكل هنا جميل جدا جدا بصراحه زي ما انت قلت يعني. حبيبي حموده، وعلى فكره والله الشعب الخطر الشعب كريم جدا جدا برضه، هم ناس طيبين بصراحه. كل الشعوب العربيه شعوب عظيمه بصراحه، محدش يقدر ينكر. احنا مبسوطين بيهم يا كريم. يا سوري عفوا يا يوسف، عاوز ماشي يا عم مشيها كريم. لا انا اسف والله. اللي امبارح يعني هي رساله للناس كلها. يا جماعه انتوا تحترموا عاداتنا وتحترموا تقاليدنا وتحترموا ديانتنا، هتيجي عندنا تحترم كل الكلام ده كله، زي ما احنا بنسافر عندكم وبنروح اوروبا ولا بنروح امريكا ولا بنروح اي بلد في الدنيا، احنا بنحترم الكلام ده كله عندكم، فانتوا لازم تحترمونا. في النهايه خالص هو مونديال. حوده ترجع لنا بالف سلامه، ومعاك بقى المأكولات اللي هي كده تيجي وتنور، يعني احنا منتظرينك تيجي بالسلامه ده اكيد. اتنين، بص يا حوده انت لو جيت من غير الاكل يعني انا هقفلك على الباب الاستوديو والنعمه ما مدخلك. المهم يعني اتصرف تجيب بقى الاكل من هنا من هناك، هي محلوله. محمود ترجع بالف سلامه، وشكرا ليك زميلي العزيز محمود شاكر من الدوحه قطر مونديال 2022.